لذلك الخشية إذا لم توجد في القلب إذا ليس هناك تقوى. صاحب التقوى يحذر من الوقوع في معصية الله تعالى. لا فرق عند بين صغيرة وكبيرة، أنا ما أقول بمعنى أن لا يوجد تفصيل في الشرع، يوجد، ولكن لا يجرؤ، لأن الصغيرة معصية هي مخالفة لحكم الله عز وجل على سبيل العمد، هذه المعصية. فارتكاب صغيرة ينطبق على ارتكاب المعصية هو كذلك. ولذلك بعض العلماء يقول ليس هناك شيء اسمه صغير وكبير بالمعنى الذي قد يتصور بعض الناس، ولكن يقال لها صغيرة بالنظر إلى ما هو أعظم منها، كمن قبل امرأة أجنبية في يعني عندما تقارن بالزنا نفسه والعياذ بالله. فالزنا أعظم فحشا، لكن هل يعني ذلك أنه يسمح لشخص أن يتلذذ بامرأة أجنبية بتقبيلها؟ لا. ويقال هذه صغيرة؟ لا. لكن مقارنة بما هو أكبر منها، نعم، يعني الزنا لا شك أعظم. لذلك صاحب التقوى لا يبلغ التقوى إلا إذا حذر من المعصية. ولذلك ورد في الرواية أيضا في بيان حقيقة التقوى، وهي تروى من طريق أبي هريرة، وبعضهم يجعلها حديثا يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن حقيقة التقوى فقال للسائل: أرأيت أن لو كنت على طريق ذي شوك فما أنت فاعل؟ قال: أشمر. قال: فكذلك التقوى. قال: فكذلك التقوى. يوم يصير واحد في طريق في شوك ماذا يصنع؟ قال: أشمر، يرفع ثوبه ويشده إليه. لماذا؟ يحذر أن تطعنه شوكة، ويكون مهتما. فصاحب التقوى أيضا يحذر من الوقوع في المعصية، في القول، في النظر، في السماع، في البطن، في الفرج، في التفكير، أي شيء. لا فرق بين صغيرة وكبيرة، لا فرق إذا كانت هذه المعصية أمام الناس أو خلف أعين الناس، لا فرق عنده إذا كانت هذه المعصية يعني تتعلق بحقوق الناس أو حقوق الله. كل معصية ما دامت حراما إذا لا يقدم عليها مطلقا. ولذلك معنى هذا معنى من معاني التشمير، الحذر من أن تطعن شوكة. وبعضهم يفسر التشمير من الحذر من مزيد العناية والاهتمام، كما ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر. بعضهم يقول شد المئزر كناية عن الجماع، وبعضهم يقول لا، شد المئزر كناية عن الاجتهاد في العبادة. فصاحب التقوى يجتهد في العبادة، لا يقتصر على أداء الواجبات والكف عن المحرمات، بل يسابق غيره في المندوبات والمستحبات وفضائل الأعمال. فلذلك يوصف بقيام الليل وبكثرة الإنفاق وبحسن المعاملة وبالتواضع وحسن الخلق ونحو ذلك من الصفات الكريمة. من أراد التقوى إذن فلا بد من إصلاح الحال. وخير ما فسر القرآن القرآن، هذه أقوال لأهل العلم تزيد الأمر وضوحا، لكن القرآن نفسه تكفل، هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى تكفل ببيان حقيقة التقوى في كثير من الآيات. اتقوا الله أمر مجمل، يعني كيف اتقوا الله، كيف يكون هذا؟ ورد بيانه في كثير من آيات الكتاب من خلال بيان صفات المتقين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأولئك هم المتقون حصر، أسلوب حصر. عرف المسند والمسند إليه الخبر والمبتدأ، ووسطهما ضمير الفصل لتأكيد هذا الحصر. يعني من لم يتصل بهذه الصفات فليس من المتقين، هذا هو البر. ولكن البر من اتقى، إذن البر هو نفسه التقوى. ما يقتصر الأمر على جانب من الجوانب، العبادات تدخل في التقوى، حقوق الله تدخل في التقوى، حقوق العباد تدخل في التقوى، الأخلاق تدخل في التقوى، ما يتعلق بجانب النفس، وما يتعلق بجانب المال، وما يتعلق بمعاملة الغير في السلم والحرب، كل ذلك يدخل في التقوى. ولذلك أهل العلم يقولون كما يقول شيخنا العلامة الخليلي حفظه الله تعالى بأن التقوى كلمة جامعة لكل خير، هذا منبع كل فضيلة، باب للتخلي عن كل رذيلة، هي الحصن الحصين والحرز المتين، كما يذكر شيخنا شيخ حمود بن حميد الصواف حفظه الله تعالى في خطبه. كنا نحفظ بعض خطبه زمان، تحفظها زين تعلمها الشيخ موسى يخطب بها إبرة، والناس يقول عبد الله يخطب، أنا حافظ خطبة الشيخ حمود. الله تعالى يقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. شوف وصية، لو يسمع الواحد هذه الكلمة يقشعر الإنسان لما يوصى، يعني لفظ الوصية فيه يعني شد الاهتمام، جذب للانتباه الواحد، يعني كما يقال لله المثل الأعلى. ولكن في العادة أن المرء قرب الموت أو الاحتضار يقول على أولادي، على أولادي يقول تعالوا أولادي أوصيكم، فتلقاهم كلهم جايين وبخشوع وحضور قلب وذهن، يريدون أن يسمعوا كل كلمة يقولها لأنها تمثل خلاصة تجاربه في الحياة، أو تتعلق بشيء من حقوقه يريد أن يعلقه بذمتهم، لينقله من ذمته إلى ذمتهم حتى يؤدوه بعد موته. وصية